تعليق للدراسة تنتهي مدته حسب تصريحات مصادر حكومية لحد القادم، وإجراءات احترازية أخرى للحد من انتشار المتحور أوميكرون الذي يبدو أنه تمكن من السيطرة على الحالة الصحية. اجتماع مجلس الوزراء كان قد ناقش الوضعية الوبائية التي باتت مقلقة بعد ارتفاع عدد المصابين، تاركا قرارات غلق بعض المؤسسات والإقامات الجامعية لمسيرها. الإجراءات الأخرى في المؤسسات التعليمية ومنها الجامعات، يعني خلص الاجتماع أنه تعود مسؤولية الغلق أو من عدمه يعني إلى مدراء هذه المؤسسات من خلال تتبعهم للوضعية الصحية داخل هذا المحيط الجامعي. المتحور أوميكرون عقد من الوضعية الوبائية في الجزائر، فخطورة هذا المتحور تكمن في سرعة انتشاره حسب رأي الخبراء. المتحور أوميكرون للجزائر عقد من الوضعية الوبائية، وأصبح الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة، وهذا حسب آخر بيان لمعهد باستور من خبر الأبحاث الجينية اللي يقول بأن هناك سيطرة لمتحور أوميكرون في الجزائر، ويأتي الآن متحور دلتا في المرتبة الثانية. ورغم توقعات المنظمة الصحية العالمية باقتراب نهاية الوباء، يؤكد مراقبون أن الفرضية تخضع لشرط عدم إحداث الفيروس طفرات أشد خطورة. يبقى هذا الاحتمال إذا كان أوصلنا إلى مناعة جماعية عن طريق التلقيح، وكذلك عن طريق الإصابة بالفيروس مباشرة، أي اكتساب مناعة سواء بالتلقيح أو بالإصابة الطبيعية بالفيروس، ولكن نقول يبقى احتمال ومربوط بعدم وجود تحورات خطيرة ومقلقة في المستقبل. قد يكون المتحور أوميكرون أقل ضررا على صحة الإنسان من المتحور دلتا، ولكن سرعة انتشاره قد تؤدي لتشبع المستشفيات كما يؤكد المراقبون. من الجزائر سارة بانا اليوم.